وصل الكلام بعد ذهب صوتي من هذه المقدمة عليكم السلام ورحمة الله. بعد أن انتهى المصنف في هذا التمهيد الطويل سبحان الله وأنهى الحديث عن تحقيق الموضوع موضوع العلم تصورا وموضوعه تصديقا، شرع البحث حول الفصل الأول الذي هو عبارة عن مباحث الوجود العامة أو ما يسمى بالأمور العامة، يعني أعم العام إذا جاز التعبير. في بداية هذا البحث المصنف وضع عنوانا سماه الارتباط بين مسائل الوجود والماهية. هذا العنوان أو أنه حوله إلى عنوان آخر لربما كان أفضل، وضعه تحت عنوان السياقات المولدة لدراسة قضايا الوجود، يعني ما هي الأسئلة التي واجهها العلماء والفلاسفة والتي ولدت عندهم قضايا الوجود التي نشهدها اليوم. هو في الدرس السادس والعشرين تحت عنوان مقدمة لأصالة الوجود تعرض في صفحة ونصف لنظرة تاريخية للمسألة، وهناك نحن إن شاء الله سوف نزيد هذه النظرة التاريخية توضيحا لأنها مختصرة جدا ولا يصح إطلاق لفظ النظرة التاريخية عليها بقدر ما يصح إطلاق لفظ عرض الأقوال. هناك فرق بين عرض الأقوال وبين النظرة التاريخية، لكن هذا البحث الذي يذكره هنا يناسب أن يوضع تحت عنوان رصد السياق التاريخي في الفلسفة الإسلامية لمعالجة قضايا الوجود العامة، ولكنه لم يضعه. أراد هنا المصنف في هذا المدخل أن يشرح ما هي عناصر الارتباط بين قضية الوجود وقضية الماهية، كيف ارتبطت هذه القضايا ببعضها، لماذا الآن الفلسفة الإسلامية دائما يحضر عندها هذا الثنائي المتداخل المترابط الوجود والماهية، ما الذي حصل حتى تنامت هذه المسائل وتضخمت هذه المسائل في الفلسفة الإسلامية وصار هناك أبحاث كثيرة مرتبطة بالوجود والماهية وعلاقتهما مع بعضهما البعض. المصنف يقول نحن أشرنا في الدروس الماضية إلى أن الذهن عندما ينظر إلى الواقع العيني ويحاول أن يأخذ منه صورة على مستوى العلم الحصولي يركب قضية من مفهومين مستقلين، موضوعها في العادة وليس دائما، موضوعها في العادة يكون ماهويا ومحمولها، هذا أول تركيب يقوم به الذهن الهليات البسيطة، ومحمولها يكون معقولا فلسفيا ثانويا وهو الوجود. فتقول الإنسان موجود، وتقول مثلا الحيوان موجود، وتقول البقر موجود إلى آخره، فيأخذ الذهن موضوعا للقضية ويكون في العادة ماهويا، ويأخذ أيضا محمولا للقضية في الهليات البسيطة في أول انطباع له، ويكون هذا المحمول كما سميناه في الاصطلاح وجودا محموليا. ويبدأ حينئذ يتصور من هذا الشيء الواحد البسيط الذي حصل عليه، يبدأ يفكك، يبدأ ينظر إلى جهة موضوع وينظر أيضا إلى جهة محمول، يبدأ يظهر عنده شيء اسمه ماهية ويبدأ يظهر عنده شيء اسمه وجود. في تكوين الذهن على مستوى العلم الحصولي في تكوينه لأول قضاياه الهليات البسيطة يظهر عنده هذا الثنائي، ثنائي الوجود ثنائي الوجود والماهية، وهناك ربط بينهما كما مر معنا في الدروس الماضية. يطرح هنا سؤال، كيف نشأ مفهوم الوجود عند العقل
ويأتي إلى جانبه سؤال آخر، كيف نشأ مفهوم الماهية؟ كيف أتت الماهية عند العقل؟ سؤال في البدايات الأولى، سؤال في البدايات الأولى. يقول: أما موضوع الوجود فلم يطرح في الكتب الفلسفية، كيف نشأ مفهوم الوجود عند الناس؟ إنما طرحوا في الكتب الفلسفية بداهة مفهوم الوجود من جهة، وطرحوا في الكتب الفلسفية بداهة واقع الوجود من جهة، كما مر معنا في الدرس الماضي ومر معنا في الدرس ما قبل الماضي، حيث درسنا الجانب التصور والجانب التصديق. لكن من أين نشأ هذا المفهوم عند الذهن؟ منشأه كيف خطر على بال الذهن البشري فكرة الوجود؟ هذه يقول المصنف لم يتعرض لها الفلاسفة الإسلاميون ولم يبحثوها، باستثناء العلامة الطباطبائي. يقول العلامة الطباطبائي لعله أول فيلسوف إسلامي تحدث عن هذا الموضوع في كتاب نهاية الحكمة وفي كتاب أسس الفلسفة والمذهب الواقعي، أو أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، وسيأتي، لا نحكي عنه الآن، لا يهمنا الآن، سيأتي بعد قليل. السؤال الثاني: من أين نشأت الماهية في الذهن؟ يعني كيف حصل الإنسان على تصور مفهوم الإنسان؟ كيف حصل على تصور مفهوم الحيوان؟ كيف حصل على تصور مفهوم الجماد؟ من أين أجاء الذهن هذا؟ ما الذي حصل في الذهن أن استطاع أن يولد مفهوما من هذا القبيل؟ الجواب مر معنا أيضا سابقا، تذكرون، وسيأتي أيضا مزيد بحث فيه. مر معنا سابقا مجموعة من النظريات التي تتصل بالكلي، ذكرنا 4-5 نظريات تتصل بالكلي، وكان أشهر هذه النظريات كما مر معنا هي نظرية الانتزاع المعروفة بنظرية التقشير، أن الذهن يقوم بملاحظة مجموعة من الأفراد، الذهن يقوم بملاحظة مجموعة من الأفراد لنوع واحد فيسقط عنها الخصوصيات ويأخذ منها القاسم المشترك، وهذا القاسم المشترك يسميه بالماهية. وهكذا يحصل عند الذهن تصور للكل الماهوي، لهذه الماهية الكلية. هذا الموضوع، أي كيف نشأت الماهية في ذهن الإنسان، كان محل صراع كبير بين الفلاسفة والمفكرين. ولكن هذه الصيغة التي عرضناها الآن، وهي الصيغة المشائية المشهورة، هي التي سادت في أوساط الفلاسفة الإسلاميين. ولكي يحصل الذهن على الماهية، أولاً هو بحاجة إلى عدد من أفراد ماهية واحدة. هذا خليه في ذهننا لأنه سيأتي تعليق عليه. بحاجة أولاً إلى عدد، يعني إلى كثرة، إلى عدد من أفراد الماهية الواحدة. ثانياً إلى عملية تمييز بين القاسم المشترك وبين ما به الامتياز. فأسقط عنوان الطول وعنوان العرض وعنوان السنة وعنوان النحافة وعنوان لون العينين، أسقط كل هذه المميزات التي تميز زيد عن عمرو عن بكر عن خالد، فيبقى عندي حاصل مشترك، قاسم مشترك. هذا القاسم المشترك يقوم الذهن بانتزاعه ويعبر عنه حينئذ بالكلي أو بالماهية. إذن السؤال الأول كان في أن الذهن كيف انتزع مفهوم الوجود، والجواب سيأتي إن شاء الله تعالى، علما أنه لم يطرح هذا السؤال في الفلسفة الإسلامية، وإنما طرح في كلمات العلامة الطباطبائي، وربما يكون ذلك انسياقا مع بعض الكلمات الموجودة في الفكر الغربي. السؤال الثاني: كيف نشأ مفهوم الماهية في الذهن؟ كيف جاء مفهوم الماهية؟ الماهية كيف جاءت إلى الذهن؟ بنشاط عقلي خاص استطاع أن يأخذ الماهية التي لها خاصة الانطباق على كثيرين. ووقعت هنا تفسيرات لعملية النشاط الذهني الخاص هذا، ومر معنا بعضها، وكان أشهرها، سيأتي إن شاء الله، وكان أشهرها أن الذهن يرصد عدة من الأفراد ثم يقارن بين القواسم المشتركة والقواسم وما به الامتياز، ثم يحدث ما به الامتياز ويحصل على ما به الاشتراك، ويسمي ما به الاشتراك هذا مفهوم الإنسان، فيحصل على مفهوم ماهوي. طبعا إلا إذا كانت الماهية عبارة عن تركيب من مجموعة ماهيات، فهذا لا يحتاج بعد إلى ملاحظة أفراد، يكفيه أن يكون قد لاحظ في المرة الأولى
أفرادا وأخذ مجموعة ماهية ثم بعد ذلك قام بتركيب الماهية، وهذا الانتزاع من الدرجة الثانية يكون كما مر أيضا نظيره. طيب جيد، هذه الآن خطونا السؤال الأول الذي هو ما هي الماهية وكيف حصل عليها الذهن. تلا هذا السؤال سؤال آخر أيضا، أن هذه حتى أرتبهم الأسئلة على شكل أسئلة متسلسلة. السؤال الثاني الذي جاء إلى الذهن، أن هذه الماهية الخالصة الصافية التي جاءت في ذهننا هي في الخارج خالصة صافية أم لا؟ الجواب واضح، إن هذه الماهية في الخارج ليست خالصة صافية، يعني أنا لا أملك في الخارج إنسانا مجردا عن كل الخصوصيات وفقط فيه حيثية الحيوانية النطقية. وين هذا الإنسان؟ الماهية في الخارج، ماهية الإنسان في الخارج دائما مخلوطة، دائما ممتزجة بالعوارض والمشخصات، ممتزجة بقضية الطول والعرض والارتفاع والخصائص النفسية والخصائص الجسدية وإلى آخره، والخصائص الزمانية والخصائص المكانية، كل هذه أي خصيصة تريد أن تضعها ضعها. إذن عندما أقول أنا أخذت هذه الماهية من الخارج وانتزعتها انتزاعا فصارت عبارة عن شيء خالص صاف وهو مثلا الإنسانية، هذا المفهوم الخالص الصافي الذي جردته من كل الخصوصيات، هذا في الخارج لا وجود له بهذا الشكل. في الخارج هو دائما موجود مخلوط بالمشخصات، ولذلك إذا وضعت يدك على أي إنسان في الخارج، على زيد، على عمرو، على بكر، لا تجد، لا تقول هذه هي الإنسانية الخالصة، بل تقول هذه إنسانية يضاف إليها مجموعة مشخصات زمانية، مكانية، في الجسم، في النفس، في إلى آخره إلى آخره. فإذا ما في الخارج من الماهيات التي أنا أتحدث عنها مخلوطة بالمشخصات والعوارض، لكن عندما يحصل عليها الذهن يجرد عنها تمام هذه المشخصات والعوارض، فيحصل على صرف الشيء. يحصل الذهن هنا بعد تجريد الكثرات هذه والطوارئ التي طرأت على هذه الماهية المخلوطة في الخارج، يحصل على صورة بسيطة لهذا الشيء، يحصل على صرف الشيء. وقد درسنا وسيأتي إن شاء الله تعالى أنهم قالوا صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، صرف الشيء لا ميزة فيه أو لا تمييز فيه ولا تكرر بحسب تعبير آخر، لأن هذا الصرف الشيء ليس فيه ما به الاشتراك والامتياز حتى يتكرر. وين يتكرر؟ لابد حتى يتكرر أن تزيد عليه غير صرف الشيء. وهذا هو معنى أن الماهية بنحو صرف الشيء إذا وجدت في الخارج ورأيتها متكثرة الأفراد فإنها تكون مخلوطة، ولا تكون هذه الكثرة مع الحفاظ على صرف الشيء لوحده بدون إضافة شيء آخر. إذن السؤال الأول، من أين نشأت الماهية؟ شرحنا عملية النشاط الذهني هذا. السؤال الثاني، هذه الماهية التي تحدثنا عن انتزاعها وتجريدها من كل شيء هي في الخارج مجردة؟ يقول لا، هي في الخارج مخلوطة لأن لها أفراد كثيرة، وهذه الكثرة لا تناسب الماهية المنتزعة التي هي عبارة عن صرف الشيء مجردا منه ومقشرا عنه كل الخصائص والميزات. هذا السؤال الثالث. السؤال الثالث، المرحلة الثالثة، هذه الماهية التي انتزعناها من الأفراد المتعددة في الخارج أطلق عليها الفلاسفة والمناطق الكل الطبيعي، قالوا نسميها بالكل الطبيعي، يعني الإنسان كلي طبيعي لا كل منطقي. الكل المنطقي تعريفه ماذا؟ تعريفه أنه المفهوم الذي يصدق على كثيرين. أما الكل الطبيعي، ما هو الإنسان؟ هو الكل الطبيعي، الإنسان هو الكل الطبيعي الذي له أفراد كثيرة في الخارج. نشأ من هنا، من عملية الفصل بين ما به الامتياز وصرف الشيء، نشأ عندهم فكرة الكل الطبيعي. نشأت عندهم فكرة الكل الطبيعي بعد أن كانت فكرة الكل المنطقي موجودة في الدراسات المنطقية.
لما ولد الكل الطبيعي خلق مأزقا، لما جاءت فكرة الكل الطبيعي بهذه الطريقة خلقت مأزقا في الدرس الفلسفي. فأثير سؤال، هذا الكل الطبيعي موجود في الخارج أو ليس موجود؟ على أساس نحن انتزعناه من الخارج، نحن الآن نعود ونسأل مرة أخرى، هذا كلي الإنسان، يعني هذا المقشر، هذا الإنسان المقشر من جميع الخصوصيات له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج؟ ليس له وجود منضم إليه شيء آخر غير منضم أم لا؟ له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج؟ وقعت معارك طاحنة في وجود الكل الطبيعي في الخارج وعدم وجوده في الخارج، وأنه لو كان موجودا في الخارج فكيف يوجد في الخارج؟ يعني كيف يكون موجود في الخارج؟ كان جوابهم إن الكل الطبيعي موجود في الخارج، لكن ليس وجودا في الخارج منفصلا عن أفراده، موجود بوجود أفراده. بمعنى الآليات التي أدت إلى وجوده هي أفراده، فما فينا أن أقول أن هناك كلي طبيعي للإنسان موجود في الخارج وليس لأفراده علاقة فيه. طبعا ليش قلنا هيك في هذه النظرية؟ لأنهم كانت عندهم نظريات أخرى في الكل الطبيعي على طريقة الرجل الهمداني الذين يقولون بأن هناك كل طبيعي سعي، يعني أوسع من الجميع. هذه النظرية بعد نوقشت في مكانها، معروفة حتى في الأصول أيضا تعرضوا لها ودرسوها، لكن النظرية المشهورة في هذا الإطار أنهم لا، قالوا الكل الطبيعي موجود في الخارج. وكيف موجود في الخارج؟ قالوا موجود في الخارج بوجود أفراده. ثم لما قالوا موجود في الخارج بوجود أفراده جاءهم سؤال، هذه لما تقول أنت موجود في الخارج بوجود أفراده، ما معنى بوجود أفراده؟ هذه الباء باء الواسطة، يعني بواسطة وجود أفراده، ما معنى الباء هذه باء الواسطة؟ هل هي واسطة ثبوت أو واسطة في العروض؟ والفرق بينهما هنا أنك مرة تقول الكل الطبيعي موجود في الخارج بمعنى أن أفراده تحقق له وجودا قائما بنفسه، بمعنى أن أفراده تمنحه ثبوتا، يعني هي واسطة في عملية وجوده في الخارج، فيصح على نحو الحقيقة أن تنسب إليه الوجود وتقول هو موجود. أما الحالة الثانية فأن تقول لا، إن أفراده مجرد واسطة تصحح لنا ولو مجازا أن نقول هو موجود، لأن أفراده ساعدت على تحقق وجوده الحقيقي. هذه الأبحاث كلها سوف تأتيها، كلها سوف تأتي واحدة تلو الأخرى. الآن المصنف كما قلت فقط يذكر السياق التاريخي لتعاقب الأسئلة، يعني تعاقب الأسئلة الذي ولد في قضايا الوجود والذي أدى إلى مباحث الوجود الحالي. إذن أولا، من أين جاءت فكرة الماهية في عملية التقشير ونظريات أخرى؟ ثانيا، هذه الماهية التي حصل عليها الذهن موجودة في الخارج كما حصل عليها الذهن أو لا؟ قالوا لا، في الخارج مخلوطة بمشخصاتها، والذي في الذهن صافٍ، والتي في الخارج متكثرة، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. نشأ من هنا عندهم فكرة الكل الطبيعي. في الكل الطبيعي سألوا سؤالا، هل هناك وجود للكل الطبيعي؟ فأجابوا نعم، الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده. ولما أعيد السؤال مرة أخرى، ما معنى موجود بوجود أفراده؟ هل إن أفراده تشكل واسطة لتحقق وجوده في الخارج فيكون له وجود كما لأي شيء آخر وجود في الخارج، غاية الأمر أن هذا الوجود رهين بالأفراد؟ أو إن عندما نقول موجود بوجود أفراده نقصد أن نسبة الوجود إليه إنما صححت ولو بضرب من المجاز لأن أفراده موجودة؟ أيضا نشأت عندهم معركة في هذه القضية وأخذوا نقاشات فيها وردد. السؤال اللاحق،
بعد أن انتهوا من هذه السلسلة من الأسئلة جاء الفلاسفة الإسلاميون وقالوا حتى الآن هناك نقطة عالقة لم نفهمها. أنتم قلتم بأن هذه الماهية موجودة بالخارج بعوارضها ومشخصاتها، يعني بمتشخصة بالخارج بماذا؟ بعوارضها. نحن نسأل هذه العوارض ما هي؟ خلنا نعطي مثال، طول، العرض، لون العينين مثلا، هذا مثال عم بعطينا، ولا هي مربوطة بالجسد هذه، لون العينين، شكل اليد، خلينا نفترض هذه هي العوارض. يقول ما هذه أيضا؟ كيف حصل الذهن عليها؟ هذه أيضا ماهيات كلية. نقول اليد، الطول، العرض، هذه أيضا كيف تشخصت في الخارج؟ أنت تقول بأن ماهية الإنسان تشخصت بالطول والعرض بالخارج، تشخصت بالطول والعرض والمثلاً اللوني واللغة إلى آخره. نقول لك هذه لما تقول الطول، العرض، اللون، اللغة، أليست هذه مقولات كلية؟ أليست هذه كليات؟ نعم كليات وماهيات. نسأل هذه أيضا مثلها مثل الإنسان، كيف تشخصت في الخارج؟ يعني ما الذي نقلها من حالة الكلية هذه، الحالة الماهوية، الحالة الكلية هذه إلى حالة التشخص والتجزؤ في الخارج، أي تصبح جزء حقيقي؟ دار جدل بينهم في هذا الموضوع إلى أن جاء الفارابي. الفارابي هو الذي مد جسرا، أول جسر بين الماهية وبين الوجود. حتى الآن إذا لاحظتم كل كلامنا كان في الماهية، كيف انتزع الذهن الماهية، الماهية في الخارج كيف وفي الذهن كيف، الماهية التي هي الكل الطبيعي موجودة بوجود أفرادها أو لا، كل هذا. الآن لما قلنا هذه الماهية كيف تشخصت وتجزأت في الخارج، أي صارت جزء حقيقي، قال الفارابي إن الوجود هو الواسطة التي جعلتها جزئية ومتشخصة، لأن التشخص لازم ذاتي للوجود، الوجود لا تحقق له إلا بالتشخص، ولذلك قالوا بعد ذلك ما لم يتشخص لم يوجد. فإذا انتقال الماهية من المرحلة السماوية الكلية صرفة إلى المرحلة الأرضية تشخص جزئية وضع يدك عليها، هذا الانتقال كان بالوجود، هذا الانتقال كان بالوجود، الوجود هو الذي أضفى على هذه الماهية طابع التشخص والجزئية، ولو أن الوجود لم يدخل على الخط لما كنا استطعنا أن نرى في الخارج ماهية متشخصة. فتح بحث أصالة الوجود، هنا فتحت البذور الأولى للحديث عن الوجود وعلاقة الوجود بالماهية. طبعا لم نبحث بحث أصالة الوجود إلى الآن، نحن إن شاء الله عندما نصل إلى الدرس اللاحق، لا لأي واحد منهم، إلى الدرس ليس اللاحق، الذي بعد اللاحق وأحكام الماهية، سنشرح هذه التي درسناها الآن، لأننا مجرد نعرض الآن عرض، سنشرح هذه التي درسناها الآن، الذي بعده عندما نبحث أصل الوجود سنذكر مقدمة تاريخية مختصرة، وسيتبين من المقدمة التاريخية المختصرة أن بحث أصالة الوجود لم يكن أصالة الماهية بالمعنى الذي نعرفه نحن اليوم، لم يكن له وجود قبل الميردمات، وإذا كان له وجود قبل الميردمات فإشارات طفيفة هنا وهناك ولا يعلم أن المقصود منها هذا المعنى الذي نحن نبحثه في هذا. فيقول هذه الفكرة من الفارابي استمر البحث فيها إلى الميردمات والملا صدر حتى خرجت بصورة نظرية أصالة الوجود التي أدت فيما بعد كما رأينا مع الملا صدر إلى بناء نظام فلسفي متكامل. لماذا هذه المقدمة؟ يسأل سؤال، لماذا أنت يا شيخنا طرحت علينا هذه الأسئلة وبدون أجوبة؟ طبعا كلها مجرد أسئلة، وتقول بعضهم أجاب بعضهم أجاب، ما في بحث الآن. يقول حتى أقول للطالب
عندما تدرس كتب الفلسفة أول ما يقولون لك أصالة الوجود. ويبدو أن الشيخ واجه في حياته طلبة باعتبار أول ما درسوا بحث أصالة الوجود بقيوا لا يفهموا أصلا هذا البحث لماذا نحن درسناه في الفلسفة. فأراد أن يقدم سلسلة من الأسئلة التاريخية حتى يقول هنا بدأ الحديث عن، ولكنني أعتقد بأن هذه السلسلة لم تكن موفقة في العرض التاريخي. كان بإمكان المصنف كما سوف إن شاء الله نشير في بعض أصالة الوجود بإمكانه أن يسرد سلسلة تاريخية مختصرة أيضا، لن نطيل نحن أيضا مختصرة، ولكنها تكون أوضح في تطور مسار قضية أصالة الماهية وأصالة الوجود. لكن هذه السلسلة نحتفظ بها ونضمها إلى ما سوف نذكره نحن إن شاء الله تعالى في الدرس ما بعد القادم، فيتحصل لنا صورة أولية أنه لماذا هذا البحث وجد عندهم، ولماذا بدأوا يفكرون في أن الوجود والماهية والأصالة للوجود والأصالة للماهية، لأجل أن البداية كانت الحديث عن خروج الماهية من مرحلة اللاتشخص إلى مرحلة التشخص، وأن خروجها هذا بالوجود، وأن الوجود هو الذي به التشخصات، فبدأت الفكرة تنقضح في الذهن. لذلك يقول المصنف هذه المقدمة كانت ضرورتها فقط لتشريح المداخل التي دفعت بالفلاسفة إلى التفكير في هذا الموضوع الشائك الذي سوف نشرح به إن شاء الله تعالى. هذه المقدمة التي يذكرها، ويعني كما قلت في تقديري كان في مجال لبيان أسهل وأوضح ويوصل الفكرة أكثر من هذه الطريقة، نحن نرجئه إلى حينه إن شاء الله تعالى. في هذا الدرس بعد هذه المقدمة يبحث المصنف مسألتين: المسألة الأولى كيف تعرف الذهن على الوجود، والمسألة الثانية كيف تعرف الذهن على الماهية. كل هذه المسائل التي الآن نحن الآن عرضناها كلها سوف ندرسها في هذا الدرس وفي الدرس اللاحق أيضا، هو فقط مجرد سرد. لذلك قال لا بد من درس كل هذه القضايا قبل الشروع في مسألة أصالة الوجود، لأنها تشكل مقدمات تصورية ضرورية لفهم تلك المسألة. فأعطى سردا بهذه القضايا ثم الآن سيبحث فيها. أول مسألة طرحناها ما هي؟ قلنا في عندنا الذهن أول ما يرصد أي شيء معين يأخذ ماهية ثم يحمل عليها في الهليات البسيطة محمولا، الماهية تكون موضوعا والمحمول يكون عبارة عن الوجود. الآن سوف نبحث في أول مرحلة كيف نشأ تصور الوجود، ثم بعد ذلك نبحث كيف نشأ تصور الماهية. شوف ما الذي قال أول ما يأخذ الذهن الماهية من الشيء؟ يعني هاي من البديهيات اللي هو يسلم بها. أول ما يأخذ الذهن، لم نقل أول ما يأخذ الذهن الماهية، عندما تريد أنت أن تصوغ قضية ماذا تقول؟ أي قضية تريد أن تصوغها في البدايات؟ أي قضية تصوغ؟ ما ينطبع في الحمل الشائع، أي هو الذي ينطبع في ذهنك؟ ليش الماهية تنطبع؟ لا أنت أو عبره لي. ما 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 ينطبع في ذهني. نحن نتكلم في الكليات. عبر لنا في كلية من الكل، أعطينا قضية، أول قضية حصلت عليها ما هي؟ أعطينا مثل قضية. أنت شاهد بيت مثلا. لا هذه لا علاقة لنا بها، نحن نتحدث الآن في القضايا الكلية. يعني كلية مثل وجود الله مثلا. أي قضية كلية، أي قضية كلية، أعطينا أي قضية كلية في العلوم، في العلوم، في الفلسفة، في الإنسانيات، أي قضية كلية. أي مثلا وجود الله. إذن أخذ وجود الله هون الله سبحانه وتعالى، لذلك قلنا نحن عادة يأخذ الماهية لأن الله ليس له ماهية، ولم نقل دائما يأخذ الماهية، لاحظتم قلنا عادة غالبا يأخذ الماهية غير الله سبحانه وتعالى. تقول الإنسان موجود، النباتات موجودة، الكذا موجود، غير هذا أول شيء، بل هذا أول أمر، النفس موجودة، الفكر موجودون. وإن كان موجود ليش يعني هذا الوجود يعتبر ماهية؟ ليس الوجود ماهية، موضوع القضية هو الماهية. الفكر مثلا موجود، نستفسر نظر عن الفكر، فكر موجود، الإنسان موجود، هذه الماهية الإنسان وهذا المحمول الذي هو الوجود. نعم صحيح ولا في أو أبسط قضية، أول شيء إذا تثبت شيء شيء فالمفروض قبل إثبات شيء لشيء أن تكون قد أثبتت في المرحلة الأولى أن ذلك الشيء الذي تريد أن تثبت له موجود، فأثبتت الهلية البسيطة قبل المركبة، صحيح؟ نعم. فأنت أول قضية بدك تقول الإنسان موجود. هي تعتبر ماهية. وهذه يسمونها الماهية. نحن لا يهمنا التعابير. يعني ما هو؟ ما يقع في جواب ما هو؟
يقول كيف تعرف الذهن على الوجود وكيف تعرف الذهن على الماهية؟ هذا أول سؤال. يقول كيف تعرف الذهن على الوجود؟ لم يطرحه الفلاسفة المسلمون، وإنما طرحه العلامة الطبطبائي. يذكر صياغة العلامة الطبطبائي، ثم يقول أنا عندي صياغة أبسط من صياغة العلامة الطبطبائي. أما صياغة العلامة الطبطبائي فيقول العلامة الطبطبائي الذهن عندما يقوم بتشكيل أي قضية، علي عالم، أي ما هي ابن عمد يقوم بتشكيل قضية ذهن، شو بده يسوي لك؟ عندما يقوم بتشكيل أي قضية من القضايا يقول علي عالم، فيضيف العلم إلى علي، غير أنه بده يسوي حتى لو سواء كان قضية جزئية قضية كلية أي قضية من القضايا هذه التي أنت تريد أن تعالجها، في نهاية المطاف هذا الذهن سيشكل قضية، هذه القضية علي عالم. عندما يقول الذهن علي عالم هو سيحضر عنده الربط بالعلم الحضوري، يعني الربط بين علي وعالم موجود في ذهني أنا، وهو صورة ذهنية عندي، الربط بين علي وعالم صورة ذهنية موجودة عندي وليست موجودة عندي، صورة ذهنية موجودة عندي، هذا الربط الموجود بين علي وعالم صورة ذهنية أبدعها الذهن وهي من فعل النفس، هي قامت بعملية الربط بين هذين الأمرين في عالم الذهن. فإذا الذهن قام في ربط تصورين مع بعضهما البعض، فقال علي عالم. كان ربط بالفعل النفسي يعني لن يكون صورة ذهنية. لا، هو الربط في النهاية النسبة، النسبة. يعني أنا أنتزع من هنا عن مفهوم الربط، لكن يبقى فعل النفس، هذا فعل النفس، هذا فعل النفس لا يكون مفهوم ذهني يعني. لا نقول مفهوم ذهني، نقول معلوم بالعلم الحضوري. ما قلنا مفهوم ذهني. فلنا قلت إنه هذا الصورة الذهنية. الصورة نعم هذا نعم منتزع، لكن يبقى إني الفعل هو ليس. لا، الصورة الذهنية هي معلوم حضوري. هذا هو قصدنا، الصورة الذهنية في نهاية المطاف معلوم حضوري أو لا؟ معلوم حضوري كما قلنا سابقا. هي نفس الصورة الذهنية هذه معلوم حضوري، وهذه الصورة الذهنية هي علي وعالم، وقامت النفس بصناعة شيء في هذه الصورة الذهنية هي الربط بين علي وعالم. يعني كان الكلام عن الربط، يعني هل الربط هو صورة ذهنية؟ يعني الربط الموجود في الصورة الذهنية الحاضرة عندي بذاتها هذا الربط فعل النفس. شفتوا؟ الربط الموجود في الصورة الذهنية الحاضرة عندي بوجودها لا بصورة عنها هذا الربط هو فعل النفس. صحيح ولا؟ إذن العلي عالم صورة ذهنية موجودة عندي وقامت النفس بالربط بينها علي وعالم، فهذه الصورة الذهنية متحققة عندي بالعلم الحضوري، وهذا الربط الذي هو فعلي حاضر عندي بالعلم الحضوري لأنه هو فعل النفس. وقد قلنا سابقا بأن النفس وأفعاله وحالاته وصوره الذهنية معلومة للإنسان بالعلم الحضوري. فإذا الصورة الذهنية هذه معلومة بالعلم الحضوري، فعل النفس هذا اللي هو عملية الربط هذه أيضا معلوم للنفس بالعلم الحضوري. جيد، هنا يأخذ، هنا الآن خلصنا المشهد الحضوري. الآن الذهن يأخذ فوتوكوبيا عن المشهد هذا، ينتزع الذهن، يقول علامة الطبطبائي، ينتزع الذهن من هذه العملية الربطية معنى حرفي. ينتزع الذهن من عملية الربط التي هو قام بها ينتزع معنى حرفي الذي نعبر عنه في اللغة الفارسية بأست، ليس له تعبير في اللغة العربية، ويعبر عنه باللغة الفارسية بأست أو باللغة الإنجليزية بإز، هاز، هاف. الذهن أول شيء ما الذي حصل؟ قامت النفس بفعل الربط بين علي وعالم، وهذا مشهد حضوري. قام الذهن برصد هذا المشهد الحضوري فانتزع منه، شوفوا دائما نظرية الانتزاع موجودة عند الفلاسفة العقليين، فانتزع من هذا المشهد الذي هو في داخل النفس، انتزع هذا الربط كمعنى حرفي، انتزعه كمعنى حرفي. يعني ما الذي حصل؟ لاحظ
يعني اكتشفها، رأى هذا الربط حاصلا في داخل نفسي. رأيت الربط حاصلا في داخل نفسي. ما هو الربط؟ أنا فعلته، أنا قمت بفعل عملية الربط بين علي وعالم. أنا ربط مفهومين بعضهم في داخل نفسي بالعلم الحضوري. الذهن لما رصد أعماق نفسي وجد أن هذه النفس قامت بربط مفهومين مع بعضهم البعض، يعني لاحظ وجود ربط بين المفهومين. نعبر عنه باللغة الفارسية مثلا بأست وليس هست، أست هو الربط بين الاثنين بهذه المرحلة الأولى. ثم يقوم الذهن. إذا المرحلة الأولى المشهد الحضوري، المرحلة الثانية قيام الذهن بانتزاع المعنى الحرفي من المشهد الحضوري الذي في النفس، وهو قيامها بالربط بين علي وبين عالم. هذه المرحلتين. المرحلة الثالثة ماذا تقوم النفس، الذهن ماذا يفعل؟ يقوم بأخذ عنوان كلي، لكن عنوان كلي مضاف، يأخذ صورة ولكنها يأخذ عنوانا ولكن هذا العنوان يكون مضافا. يعني نقول هكذا: يوجد ربط بين علي وعالم. هل الآن هل العنوان كلي اللي هو وجود الربط بين علي وعالم، هذا مضاف مربوط بالطرفين. ثم بعد ذلك يلغي الطرفين ويأخذ يوجد لوحدها. غير معقدة العملية هذه، ما صارت مع حدا بالعالم، غير معقدة العملية. ثم يقوم بانتزاع كلي الوجود، جاز التعبير، المفهوم العام للوجود بهذه الطريقة. يريد العلامة الطبطبائي جريا على آليات التفكير الصدرائي الذي يحيل العلوم الحصولية دائما إلى جذور حضورية، يريد أن يقول لنا إن ذهن الإنسان تعرف على مفهوم الوجود العام هذا من خلال مشهد حضوري حصل عنده، وهو أنه في أي قضية ربط بين شيئين، وهذا الربط حصل في داخل نفسه بالعلم الحضوري يعرفه، ثم قام بأخذ صورة عن هذا الربط، ثم بعد ذلك عمم وقال يوجد ربط، وبعد ذلك حذف المضاف فأخذ يوجد لوحدها وصار عنده مفهوم الوجود. دعوة قاضية بعد رحيل أسامعي. ثم المصنف يقول يعني شوية طريقة علامة، كأنما يريد أن يقول شوية طريقة علامة معقدة وفيها لف ودوران، عندنا طريقة أسهل ولكنه أيضا مسكون بالعلم الحضوري. قال الإنسان يحصل لديه خوف مثلا، ثم بعد قليل يزول الخوف، يحصل لديه قلق ثم بعد قليل يزول القلق، يحصل لديه مثلا علم ما ثم بعد يزول علمه مثلا، فيقارن بين نفسه في الحالة الأولى ونفسه في الحالة الثانية، فيلحظ شيء هنا لم يلحظه هناك، فينتزع من عملية المقارنة مفهوم الوجود. أبسط هذه، لكن ما زال في العلم الحضوري. يعني يقول الإنسان في داخل نفسه يلاحظ حالات تطرأ على نفسه. ليش بدنا نروح على القضايا والربط ونجيب مضاف وبعدين نحذف طرفي الإضافة وبعدين نأخذ معنى كلي؟ ليش الطريقة المعقدة؟ أنت في داخل نفسك، ألا تحدث لك حالات ثم تزول؟ قارن بين وجوده وعدمه، سوجوده نحن نعبر وجوده، قارن بين حدوثه وعدم حدوثه، ستلاحظ فرقا. الذهن من ملاحظة الفرق هذا ينتزع هنا مفهوم الوجود، وهنا يقول لا شيء، يرى هنا تحققا وهنا لا يرى تحققا، فيأخذ مفهوم الوجود من هنا ويأخذ مفهوم العدم من هنا. ولذلك قلنا بأن مفهوم الوجود فلسفي ينشأ من المقارنات، لا تذكرون سابقا، والمفاهيم الفلسفية ناشئة من المقارنات. وهنا الذهن يقول إن الذهن حصل على مفهوم الوجود من مقارنة حالتين مع بعضهما، حالة الخوف وحالة فقدان الخوف، فقارن بينهما فأخذ حالة الخوف وسماها وجود الخوف، وأخذ حالة لا خوف وسماها عدم الخوف.
فنشأ عنده ثنائي الوجود والعدم، وهكذا تنشأ العلة والمعلول والقديم والحادث وكذا، كما مر معنا إذا تذكرون سابقا نفس الطريقة طبقها المصنف على قانون العلمية. تذكرون قال إن الصور الذهنية ما دمت هي مرتبطة بي تزول هي وأبقى أنا، لكن إذا زلت أنا تزول هي، فيقول من ذلك نشأ مفهوم العلية. وهناك أيضا علقنا إذا تذكرون. طيب، هذا طريقة الخروج، تعليق بسيط. ماذا يقصد في كلام العلامة الطبطبائي وفي كلام الشيخ المصباح من انتزاع مفهوم الوجود؟ هل المقصود إعطاء صورة مفترضة لانتزاع مفهوم الوجود، أو الحديث عن مشهد تاريخي في كل نفس إنسانية، أن الإنسان أول ما ينتزع مفهوم الوجود بهذه الطريقة؟ إذا كان المراد تقديم صورة ممكنة مفترضة، نعم هذا مفترض محتمل، المحتمل واحد يحصل على صورة الوجود من هنا، فينا نقول مستحيل؟ لا مش مستحيل، لكن مجرد الاحتمال لا يبرر لي أن أقول كيف ينتزع الذهن مفهوم الوجود. أما إذا كان المراد أن الذهن كيف حصل أول ما حصل على مفهوم الوجود، فهذا لا يبدو واضحا، هذا لا يبدو واضحا. لست أدري، هذا بنأخذ ناحية الزمنية التاريخية، لست أدري هذه أبسط وأقرب إلى المشهد التاريخي، مقصود بالتاريخي تاريخ الحياة الإنسان الفرد، هذه الصورة أقرب إلى الحصول في المشهد التاريخي أم صورة العلم الحصولي؟ هو الطفل يجد الآن أمه أمامه فيسكت، لا يجدها فيبكي، فلماذا لا نقول قارن بين حالتين، حالة رأى فيها آثارا تترتب فسماها الوجود، وهي أن يرتضع، أن يشعر بالحنان، أن يشعر بمن يلبسه ثيابه، أن يشعر بمن يمنحه الدفء والعاطفة، وحالة ثانية يفتقد فيها هذا الشيء. وبالعلة هذه علوم حصولية، ليش بالضرورة نحن يعني مضطرين أن يعني لا أن ندخل دائما العلم الحضوري؟ وحالة مرة أخرى لم يجد فيها هذا الشيء الذي يشعر بآثار الإيجابية عليه وهو وجود أمه، فقارن بين الحالتين. وحيث إن الوجود دائما هو الصورة التي يلازمها تحقق آثار، وحيث وجد هذه الآثار قال وجود أمي، انقدح في ذهني هذا وجود أمه، وجود أبيه، وجود كذا، وجود النار، وجود كذا. ولست أدري إذا كان الطفل يعني هو أقرب إلى العلوم الحضورية بهذه الطريقة التفكيكية، أو هو أقرب إلى أن تنشأ عنده التصورات بواسطة هذه العلوم الحصولية. لا أقل النسب متساوية، بل إذا ذهبت إلى أي إنسان الآن مولانا العزيز، نحن لا نتكلم عن صدق نشوء العلم، نشوء الوجود، مفهوم الوجود عنده، لا نتكلم عن الصدق والكذب حتى تقول لي العلوم الحضورية مضمونة الصدق أما العلوم الحصولية غير مضمونة الصدق. نحن لا نبحث هنا في قيمة المفهوم الذي حصل عليه الدين، نحن نبحث في كيف نشأ هذا المفهوم. لو راجع أي إنسان نفسه أعتقد بأنه سيكون ميالا إلى أن نشوء مفهوم الوجود العام والوجود الخاص، لأنه العام إجا من الخاص، نشوء هذا المفهوم عنده كان بمقارنته بين حالتي ترتب آثار على أمر ما وحالتي عدم ترتب آثار على أمر ما انعدامه. وهذا يحصل في حياتي بالعلوم الحصولية، يرى بيتا هنا يسكن في بيت، مرة أخرى لا يكون هناك بيت، فيشعر بالفارق بين حالتي السكن في البيت وبين حالة الزلزال الذي أطاح ببيته، فيستنتج من هنا مفهوم وجوده، لأن الوجود دائما هو عبارة عن منشأية الآثار، ويستنتج من هنا مفهوم عدمه، لأن العدم هو عبارة عن اللا آثار. وهكذا أقرب إلى أن تكون القضية في الوجدان وفي الفطرة الإنسانية قد نشأ. فأعتقد بأن هذا التفسير الأول أو الثاني أقرب إلى الأول، يعني الثاني أقرب من الأول يعني إنصافا، ولكن أيضا لا ملزم لهذه التصورات بأجمعها، يعني لا يوجد ما يلزم بها. إن كان المراد منها مجرد طرح احتمال فالاحتمال معقول، وقد استطاعت هذه النظرية أن تقدم لنا احتمالا معقولا، وإن كان الاحتمال الذي قدمه العلامة الطباطبائي أجده حتى على مستوى المعقولية أبعد من الاحتمال الذي قدمه الشيخ مصطفى، وإن كان المقصود الحديث عن مشهد تاريخي في النفس الإنسانية كيف تحصل عليه، فأيضا هذا لا ملزم له،
بل على العكس من ذلك تماما، يشهد ان يرى الانسان اصلا لا يلتفت الانسان الى وجود الخوف وعدم وجوده، يلتفت الى وجود امه وعدم وجود امه بجانبه اكثر من التفاته الى وجود خوفه وعدم وجود خوفه، لكي ينتزع منه هذا المفهوم او لا ينتزع منه هذا المفهوم. على اي حال، فاذا بهذه الطريقه يتعرف الذهن على مفهوم وجود، كيفيه تعرف الذهن على الماهيات ياتي ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.